الدولة تلاها مجموعة من الإجراءات للخفض من الإنفاق للقطاع العام وجهاز الدولة في شكل إدخال حد أقصى على الأجور، وتلاها طبعاً وده الشق الأهم البدء في إصلاح قطاع الطاقة، رفع أسعار المنتجات البترولية وكهرباء الغاز الطبيعي، رفع أسعار الطاقة، الرفع التدريجي لأسعار الطاقة بصفة عامة، وإلى جانب مجموعة الإجراءات دي البدء في إدخال التشريعات اللي تسمح في مصر باستيراد وتداول أنواع بديلة من الطاقة مثل الفحم والبيتكوك، وإدخال التشريعات اللازمة للسماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء وتوزيعه من خلال شبكة الكهرباء المملوكة للدولة بفية بتولينج فيز تم تحديدها وتم الإعلان عنها، كما تم الإعلان عن تسعير الكهرباء مش بس النهاردة ولكن على مدار الأربع خمس سنوات القادمة. يمكن في وسط تلا مجموعة القرارات دي الإعلان عن عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، مشروع تنمية قناة السويس، ويمكن التركيز على المشروعات القومية أخذ من النقاش حوالين تأثير مجموعة القرارات ومجموعة الإصلاحات دي، ولكن تأثيرها عميق جدا. تأثيرها الأساسي من وجهة نظري هو البدء في تحسين المؤشرات العامة لموازنة الدولة المصرية. الإيراد زاد، المصروفات إن كانت مصروفات رواتب قطاع عام تم وضع حد على حد واضح حد أقصى عليها، أو مصروفات في شكل دعم تم تقليله بعض الشيء، ده معناته في نهاية الأمر إن العجز في الموازنة للدولة اللي كان في السنوات في السنتين ثلاثة اللي فاتوا تعدى 10% وكان رايح على 12-13-14%، في فرملة اتحطت على عجز الموازنة، بل نتوقع أن في الفترة القادمة عجز الموازنة ده يبدأ ينخفض، وبالتالي ضرورة الدولة للاقتراض لمعالجة عجز الموازنة ده هتنخفض، وده من وجهة نظر أي مستثمر، من وجهة نظر أي شركة قطاع خاص وإن كانت مصرية وطنية أو كان مستثمر أجنبي بينظر لهذه البلد، عامل مؤشر هام جدا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية اللي يبدأ في تشجيع أي مستثمر على إعادة النظر في الفرص في مصر وتشجيعه على البدء مرة أخرى في ضخ الاستثمارات في البلد. ده شق. إلى جانب الشق المالي البحت، لازم ندرك إن جزء من مشكلتنا في الفترة اللي فاتت نتيجة تفاقم أزمة الطاقة كان إن كان في طاقات إنتاجية في مصر تعطلت. طاقات إنتاجية كانت بتعمل بمعدلات منخفضة للغاية. لو خدنا قطاع الأسمنت على سبيل المثال، مصر لديها قاد طاقة لإنتاج الأسمنت بحوالي 50 مليون طن سنوياً، ولكن على مدار السنتين اللي فاتوا مصر كانت بتنتج فقط حوالي 30 مليون طن أسمنت، وبتستورد جزء من احتياجاتها من الأسمنت. ليه؟ مش لأن الطاقة مش موجودة، ولكن لأن مش لأن الطاقة الإنتاجية مش موجودة، ولكن لأن الكهرباء والغاز والطاقة المطلوبة لتشغيل هذه المصانع كان لم تكن كافية، وبالتالي كانت المصانع دي معطلة. الكلام ده معناته إيه؟ الكلام ده معناته إن أنا متفائل جدا فيما يتعلق بالفترة القادمة وفيما يتعلق بالسنتين ثلاثة القادمين بالذات. البدء في حل أزمة الطاقة، البدء في توفير بدائل واستيراد احتياجات مصر من فحم، من غاز طبيعي، تأثيره الأولي هيكون إعادة تشغيل المنشآت اللي كانت معطلة، استغلال الطاقات الإنتاجية الغير مستغلة النهاردة لدى جزء كبير جدا من القطاع الصناعي في مصر، وبالتالي ده في ذاته من غير قبل ما نتكلم عن ضخ أي استثمارات جديدة، قبل ما نتكلم عن مشروعات جديدة، ده في ذاته هيؤدي إلى نمو اقتصادي
على مدار السنتين ثلاثة اللي جايين، فقط نتيجة إعادة تشغيل وإعادة استغلال الطاقات الإنتاجية اللي كانت معطلة. قدامنا سنتين ثلاثة هيحصل فيهم ريباوند شديد ونمو اقتصادي شديد ناتج عن استغلال الطاقات الاقتصادية اللي موجودة النهاردة اللي كانت معطلة في الفترة اللي فاتت. طيب ماذا بعد السنتين ثلاثة القادمين؟ وأظن ده يجيب لنا للشق الثاني، الجانب الثاني، وهو ما مجموعة التساؤلات والتحديات اللي يجب أن نتعامل معها وأن نتكاتف حولها لو عايزين النمو اللي هتشهده مصر في السنتين ثلاثة القادمة يترجم إلى نمو مستدام ويترجم إلى زيادة في دخل المواطنين المصريين، مش بس لفترة وجيزة ولكن على فترة 10-15 سنة القادمة بمعدلات عادية عادلة وعالية، مما يؤدي في نهاية الأمر لارتفاع دخول المواطنين للمستويات اللي نتمناها، وشعور كل مواطن ومش فقط فئة منه بالنمو الاقتصادي والتحسن. إيه مجموعة التساؤلات والتحديات؟ أظن على رأسها هو استكمال مجموعة الإصلاحات اللي حصلت في الثلاث أشهر اللي فاتت بطرح رؤية واضحة متكاملة للاقتصاد المصري واتجاهه في الفترة القادمة. اللي حصل لحد النهاردة هو مجموعة من الإصلاحات كانت ضرورية، كان يطالب بيها منذ سنوات عديدة وكانت متأخرة وتطلبت قيادة جديدة شجاعة تحركت بحزم بفريق حكومي ذات كفاءة عالية، وده كان ضروري وتأخر كثيرا، ولكن يجب استكمال مجموعة الإصلاحات اللي تحصل دي ووضعها في إطار رؤية اقتصادية واضحة بأهداف واضحة. احنا عايزين مصر تكون خلال عدد سنوات كذا ضمن الدول الجي 20، عايزين نصل إلى متوسط دخل الفرد في عام 2030 يصل إلى كذا دولار للفرد أو جنيه مصري للفرد. الأهداف دي هتحقق بناء على التركيز على المحاور الفلانية 1-2-3-4. فالرؤية الاقتصادية الواضحة دي اللي أظن تم بلورتها في الفترة الماضية يجب طرحها أولا لحوار مجتمعي، ثم طرحها على العالم بشكل واضح، بشكل واضح جدا. ده تساؤل أو تحدي رقم واحد. رقم اثنين، لازم ندرك أن مجموعة الإصلاحات اللي حصلت في الفترة الماضية على مدى أهميتها ليها قد يكون لبعضها جوانب عكسية يجب معالجتها والتفكير فيها على المدى الطويل. على سبيل المثال، كان مهم جدا زيادة نسب تحصيل الضرائب لزيادة دخل الدولة من الضريبة على المدى القصير، ولكن التحدي الموازي والمهم هو كيفية توسيع القاعدة الضريبية نفسها. إزاي نخلي الشريحة الكبيرة من المجتمع النهاردة في مصر اللي ما بتدفعش ضرائب أصلا تبدأ إنها تدخل في الاقتصاد الرسمي، تتحول من الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، وتبدأ في دفع في نفسها إنها تدفع ضرائب وتصبح جزء من النظام الاقتصادي المصري وليست نظام موازي ليه. فيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور، أنا أظن الحد الأقصى للأجور كان قرار مهم جدا وبيبعت رسالة مهمة جدا فيما يتعلق بجدية الدولة في الحد من الإنفاق العام، ولكن لازم برضو ندرك إن أحد الجوانب السلبية لهذا القرار هو عدم قدرة الدولة على جذب الكوادر اللي مطلوبة لإدارة الدولة بكفاءة عالية على المدى الطويل. كيف نحقق التوازن ما بين الهدفين دول؟ كيف نحقق التوازن ما بين الحد من الإنفاق العام ولكن في نفس الوقت بدون ما أجهزة الدولة تخسر الكفاءات اللي موجودة لديها، أو الأهم من كده إنها تقدر تكتسب عدد أكبر بكثير من الكفاءات لتحقيق وتنفيذ المشروعات الطموحة التي تم طرحها في الفترة اللي فاتت.
إصلاح قطاع الطاقة وإعادة هيكلة نظام الدعم. أظن التحرك اللي حصل فيما يتعلق في الدعم مرة تانية كان في منتهى الأهمية، بالرغم من تأثيره على الأسعار وتأثيره على الغلو في مصر. المرحلة القادمة من رفع الدعم واللي لازم تيجي، لأن اللي حصل ده يعتبر مرحلة أولانية من عدة مراحل لإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية، المرحلة القادمة من إعادة هيكلة الدعم لازم يتواكب معها بناء شبكة للرعاية الاجتماعية، إن كان من خلال تفعيل بشكل أكبر بكبير مشروع السمارت كاردز، أو إن كان من خلال إدخال conditional cash transfers أو دعم نقدي مشروط أو غير مشروط بالنسبة للمواطنين المحتاجين. لو تسمحوا لي ألخص مجموعة هذه النقاط ونعتبرها طرح المجموعة من الأسئلة للسادة الوزراء والسادة الحضور الكرام. مرة أخرى، أنا متفائل بشدة فيما يتعلق بالفترة القادمة في مصر. الإصلاحات اللي حصلت كانت شجاعة وعميقة ومهمة، إن كان على النحو الضريبي أو إن كان على نحو الإنفاق، وبالذات فيما يتعلق بإصلاح قطاع الطاقة. ومجموعة الإصلاحات دي لوحدها هتؤدي إلى نمو اقتصادي كبير على مدار سنتين ثلاثة جايين. التحدي هو خلال الفترة القادمة هو وضع الاستكمال مجموعة الإصلاحات دي بإصلاحات أخرى، وضع رؤية متكاملة، إعادة النظر في مجموعة من التشريعات ومعالجة أي آثار سلبية للإصلاحات التي تم، واستكمالها بإصلاحات إضافية وإصلاحات تشريعية بالذات تحسن من مناخ الأعمال في مصر، تحسن من بيئة الأعمال في مصر، وتسمح بأن يحصل وصل ما بين مجموعة الفرص الاستثمارية الكبيرة جدا اللي كل شايفها النهاردة في مصر، وصل ما بين الفرص الاستثمارية دي من ناحية، ومن ناحية تانية ما بين الاهتمام الحقيقي لدى مجتمع الأعمال، إن كان القطاع الخاص المصري أو إن كان الشركات الأجنبية العاملة في مصر، أو الأهم من ذلك كله الاستثمار الأجنبي اللي احنا عايزين نكتسبه إلى مصر في الفترة القادمة، فخلق المناخ اللي يسمح لمستثمر إن كان شركة كبيرة أو رائد من رواد الأعمال الصغار إنه يبدأ شركة بسهولة في مصر، إنه يحصل على التصريح التي يتطلبها العمل بشكل ميسر وبشكل سريع، إنه يحصل على التمويل المطلوب لاستكمال مشروعات بشكل ميسر، إنه لو ما وفقش في عمله ما يكونش مهدد بالدخول إلى السجن. تغيير مناخ العمل ككل في مصر هو وتحسين كفاءة مناخ العمل هو التحدي القادم في الفترة اللي جاية، علشان مجموعة الإصلاحات الشجاعة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت تترجم إلى نمو مش بس في سنتين ثلاثة جايين، ولكن تترجم إلى نمو مستدام يحقق أحلامنا وأهدافنا بالنسبة لهذا البلد. وشكراً.